السلام عليكم، مرحبا بجميع متتبعي قناة كوكويت ديجا. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كوردون بلو اللي طيب في الفران، وكذلك معاه واحد المرافقة اللي كتكون من معجنات بصوص بلونش. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة وتجربوها، ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمقادير غنحتاجو كيلو ديال الدجاج مطحون بلا دهون، 300 غرام ديال الموتزاريلا مغابي، ونحتاجو الجومبون ديال لدان فيمي تقريبا 200 غرام، وغادي نحتاج الابزار، الثومه، تحميره مدخنه، وغنحتاجو شويه ديال الملح. غنديرو الملح على حساب الذوق، ملعقه كبيره ديال التحميره مدخنه، ملعقه صغيره ديال الثوم غبره، ممكن ديروا الزيت ديال الثومه او ديروا حتى فص ديال الثومه ولا جوج هكذا محكوكين. غادي نديروا الابزار صافي، وغادي نخلط هاد الكفته مزيان حتى غادي تنسجم. خديت هنا واحد الطاوة وغطيتها بالفيلم أليمونتيغ، كندهن داك الفيلم بالزيت، وكذلك كندهن اليدين بالزيت. كنقسم ديك الكفتة على زوج، النصف غادي نسرحو هكذا فوق الطاوة، نحاولو غير بشوية نقادو مرة مرة، ندهن يدي بالزيت وكنسرح قطع الجومبون. ندير هكذا قطع وخا نقطعهم حتى كنعمر فوق الكفته كامل، وكان نوضع الجبن ديال الموزاريلا محكوك فوق الجومبون. كندهن كذلك اليدين بالزيت، وكنبدا نسرح هكذا داك الكفته بشويه بشويه حتى كنغطي الفرماج كامل، وكنغطي هاد الطبقه كامله صافي. كنقادها من الجناب، نحاول نسد عليها كامله، وغادي نجمعها بهذاك الفيلم اليمونتير ونغطيها مزيان، وغندخلها الكونجيلاتور تقريبا واحد نصف ساعه حتى كتجمد تجمد وتجمع راسها. كنخرجها وكنقطعها مربعات، ممكن تقطعوها على الشكل اللي بغيتو، انا قطعتها مربعات. خديت هنا واحد الطاسه ديال البيضات، الدقيق ولا شابلور، غندير فيها شويه ديال الملح وشويه من ديك التحميره المدخنه، وغندير شويه ديال الابزار، وكذلك غندير شويه ديال الثومه بودر، وغنضربها مزيان. وهاد البيض غنضيف عليه واحد المعلقه ديال الزبده مذوبه كتعطي لهاد سميتو لا كوكونس. كنبدا ناخذ هاد التلفاز كنديرهم في الدقيق مزيان، وغنديرهم في البيض، نعطيهم مزيان في البيض شاب وكل شيء. بعد غناخدها ونديرها في لاشابلير. وفي هاد الأثناء كنكون ديجا مسخنا الفران مزيان، غير سنسالي تنديرهم في واحد الطاوة وكندخلهم يطيبوا، ما نخليهمش حتى ينشفوا بزاف لان الكفته ديال الدجاج دغيا كطيب. وغادي ناخذ واحد الكسرونه درت فيها الماء حتى غلا، زدت فيه الملح، وكنضيف ليه 400 غرام ديال المقارونيه. انا خديت هذا النوع الطرصادي، ممكن ديروا اي نوع ديال المقارونيه، كنخليوه كيطيب مزيان واحد 10 دقائق
وغادي نصفيوه. وغادي ناخد واحد العلبة ديال الشامبينيون تقريبا 100 غرام، وكذلك 200 غرام ديال الكريمة الطارية، واحد الضامة ديال البنة ديال الدجاج، وجوج ديال الفصوص ديال التومة. غادي نقطعهم على هاد الشكل شرائح، وغنحتاجو الابزار والملح والزعتر. غادي ندير واحد المقلة اللي غادي نديرها فوق النار، غندير فيها الزيت، وغادي نبدا نقلي الثومه. اون فوا كتقلى ديك الثومه وكتطلق ديك المذاق ديالها في الزيت، كنضيف ليها الشامبينيون اللي غسلته وعصرته، كنضيف ليه الضامه ديال البنه ديال الدجاج، شويه ديال الملح والابزار، وكذلك الزعتر. من بعد ما كينشحر هذا الشيء مزيان، كنضيف ليه الكريمه الطريه، وغادي نخليه حتى يبدا يغلي. ان فوا كيبدا يغلى غادي نضيف ليه المكرونيه، وغادي نخلطها مزيان حتى كتنسجم صافي. وكنطفيو عليها النار باش غادي نقدموها مع الكوردون بلو. هنا خديت 40 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها في الكسرونه، زدت عليها ثومه غبره، ممكن تزيدوا عليها فص ديال الثومه محكوك، شويه ديال الابزار والملح، وغادي نضيف ليها شويه ديال الكوزه، وغنضيف عليها 150 غرام ديال الكريمه الطريه، و 80 غرام ديال الفرماج شيدار الا كان متوفر، الا ما توفرش نديرو موتزاريلا. صافي هنا خرجت الكيردون بلو من الفران، قطعته كل مربع على زوج، وكندير له ديك لاصوص وهي سخونه، وكنقدموه بالصحه والراحه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتجربوا هذه الوصفه، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.